السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ستار تيوب. لا تنسى الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. نستعرض لكم في هذا الفيديو قائمة بأهم مسلسلات رمضان المبارك، وخاصة المسلسلات السورية التي سوف تعرض في رمضان 2019 مع القنوات العارضة لها، وعددها 37 مسلسلا. تعرض هذه السنة العديد من المسلسلات السورية، من أهمها المسلسلات الكوميدية والتي تضم 8 مسلسلات، وهي على النحو التالي: أيام الدراسة 3 من إخراج سيف الشيخ نجيب وإنتاج شركة قنبص للإنتاج الفني، وسوف يعرض المسلسل على قناة سما الفضائية. بقعة ضوء الجزء 14 إنتاج سما الفن الدولية، سوف يعرض على قنوات المنار وقناة سما الفضائية. مسلسل كونتاكت إنتاج إيمار الشام للإنتاج الفني، مؤلف المسلسل معا سقباني وشادي كيوان، سوف يعرض على قناة لنا الفضائية. مسلسل كرم منجل تأليف فهد مرعي إخراج عمار تميم إنتاج شاميانا الدولية للإنتاج الفني، سوف يعرض على قناة لنا وعلى قناة سوريا الدراما. حركات بنات تأليف سعيد حناوي وإخراج محمد معروف إنتاج شركة شقرة للإنتاج الفني، سوف يعرض على قناة سما الفضائية. عيلي على الموضة تأليف محمد عبود وإخراج ماهر إسماعيل إنتاج شركة المرام للإنتاج الفني، سوف يعرض على قناة سوريا الدراما. تكات لايت إخراج قتيبة غانم إنتاج شركة النورس للإنتاج الفني، سوف يعرض على قناة سوريا الدراما. لكمات متقاطعة تأليف سامر سليمان إخراج علي شاهين إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، سوف يعرض على قناة لنا.